آر من الحدث. اعتقالات متبادلة بالعشرات بين الحرس الثوري الإيراني والمخابرات على خلفية التقصير في حماية منشأة نطنز. شكوك إيرانية حول وفاة نائب قائد فيلق القدس ومساعد سابق لروحاني يصفه بداعم الحوثي. قلق في أوساط السياسيين العراقيين بعد إطلاق الكاظمي يد لجنة الفساد لإطاحة الرؤوس الكبيرة والمحصنة. في التفاف مفاجئ، نائب المجلس النيابي يطالب الجيش بإرسال الرئيس اللبناني إلى البيت وتسلم السلطة. طابت أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم، وساعة مفصلة عبر شاشة الحدث، والبداية من إيران. أكدت مصادر خاصة للحدث اعتقال نحو 100 عنصر من الاستخبارات الإيرانية و45 عنصرا من الحرس الثوري، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بين الجهازين، حيث يتهم الحرس الثوري وزارة الاستخبارات بعدم القدرة على حماية منشأة نطنز التي تعرض نصفها للتدمير، فيما تتهم الأخيرة عناصر الحرس الثوري بتمويل أذرع وميليشيات وصرف مبالغ هائلة دون استفادة إيران منها. أشارت هذه المصادر إلى ما وصفته بعجز خامنئي عن وقف هذه الخلافات، ما أدى إلى استدعاء عدد من قادة الجهازين إلى منزله اليوم. إلى ذلك، أكد أمير مقدم مدير مكتب العلاقات العامة السابق لرئاسة الجمهورية الارتباط المباشر لوفاة محمد حجازي نائب قائد فيلق القدس باستهداف سفينة سافيز ومنشأة نطنز النووية والتطورات المستقبلية في اليمن على حد تعبيره. وأوضح مقدم أن حجازي كان أعلى قائد للحرس الثوري الإيراني لدعم الحوثيين في اليمن وكثير السفر إلى اليمن وفنزويلا، فضلا عن كونه عنصرا مهما في برنامج الصواريخ والأنشطة الأخرى. أضاف مقدم أن حجازي قاد بشكل خاص أنشطة عدة ضد الإمارات والسعودية. نحن بحاجة إلى معرفة كثير من التفاصيل، ربما حتى ما بحسب حتى ما أشارت إليه المصادر عن سبب هذه الوفاة. نبأ وفاة نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري محمد حجازي بسكتة قلبية كاد يمر دون قلاقل، لولا القنبلة التي فجرها مهدي همت المقرب من الحرس الثوري في تغريدة له على صفحته على تويتر، قال فيها إن وفاة الرجل لم تكن بسكتة قلبية، وأردف مخاطبا المرشد الإيراني، هذا إيضاح أو هذا أيضا راح فداك، وهذا يعني أن وراء رحيل الرجل ما وراءه، بل ويعني أنه قضى قتيلا. وما يزيد من الريبة هو أن همت حذف التغريدة بعدها بقليل، ما يعزز الشكوك بمقتل الجنرال حجازي. أيضا رثاء المتحدث باسم الحرس الثوري ووصفه له بالشهيد على الرغم من أن المعلن هو وفاة طبيعية، وبذلك يفتح باب التكهنات حول حقيقة وفاة الجنرال حجازي وما إذا كانت تصفية أم وفاة طبيعية، ولما لا وفاة في ساحة حرب ما كما اليمن التي كان الرجل مسؤولا عن إدارة شؤون ميليشيات الحوثي ذراع بلاده هناك، كما سبق له أيضا المشاركة في الحرب الإيرانية العراقية والتي أصيب فيها بأسلحة كيماوية لكنه نجا، كما تحمل المعارضة أيضا مسؤولية قمع المتظاهرين عندما لعب دورا مهما في حملة القمع الدموية التي أعقبت الانتخابات عام 2009.
وفيما يبدو ردا على مقتل حجازي، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن سعادة إسرائيل لن تدوم طويلا. نقول للصهاينة إن سعادتكم لن تدوم طويلا، ستختفي بيد الذين طردتموهم من وطنهم، لا تشعر بالسعادة، سنواصل الطريق. من باريس انضم إلينا الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني الدكتور جمشيد أسدي. أهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور، هنا الحديث عن ربما خلافات ستبدأ تظهر على السطح بشكل أو بآخر، تبادل اتهامات، ومرحلة حساسة تمر بها إيران أيضا في الداخل إذا ما تحدثنا عنها، ومفاوضات في الخارج بحاجة إلى نتائج كثيرة. عدم حماية نطنز بما يكفي وسكتة قلبية، هناك تشابك كثير في هذه المعطيات. إلى أي مدى الحرس الثوري والمخابرات الآن سيظل بينهم هذا الصراع، وما حقيقة ما يدور؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. وسؤالك حول ما حدث في المفاعل النووي في نطنز، أو كما يظهر على شاشة تلفازكم فهو وفاة حسين زادة. نعم، الحديث هنا عن الرد على مقتل حجازي، هنا هل هذه المعلومات حتى اللحظة برغم ما ذكرته المصادر ستؤدي ربما إلى نتيجة ما أو تغير في سلوك ما يخص إيران؟ اسمح لي بداية أن أشرح ما يحدث كي أربطكم بمسألة التحقيق. ما حدث في نطنز هو كثير من المواقع، وهناك هي كلها تدل على اختراقات أو ضعف في الأمن في النظام الإسلامي، لأن الخدمات الاستخباراتية لا تقوم بعملها على شكل أمثل. ما حدث في يوم الأحد حول مقتل حجازي رفع أو طرح ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى هي أنه كان مخترقا من إسرائيل والنظام في النظام الإسلامي، وبالتالي اكتشفوه وأزلوه من موقعه. أما الفرضية الثانية فهي أن هناك بعض الجنرالات رفيعي المستوى في الخدمة العسكرية في النظام الإيراني ولا يريدون أي اتفاق بين الولايات المتحدة أو النظام الإسلامي حول رفع العقوبات وأي اتفاق جديد نووي لأسباب كثيرة قد نتحدث عن بعضها لاحقا. هذه الفرضية بالنسبة لي هي أقوى، لكنها ليست الأقوى. قوة هذه الفرضية بأن هذه الوفاة قامت بها الاستخبارات الإسرائيلية للتخلص منه، لأنه قبل سنوات هذا الشخص مع أربع جنرالات آخرين نبواب وروزي كانوا قد تم توصيفهم بالاستخبارات الإسرائيلية على أنهم أخطر الجنرالات الإيرانيين في لبنان ويهددون أمن لبنان وإسرائيل. وربما من الممكن أن تكون هذه العملية بفعل الخدمات الاستخبارات الإسرائيلية وأيضا لمسؤوليته في الهجمات على نطنز. إن لم يكن إجابتي طويلة جدا سأضيف جملة واحدة فقط. تفضل.
وفي الوقت ذاته إن كانت العملية إسرائيلية، أعتقد أنها رسالة مباشرة للرئيس بايدن وغيره من المفاوضين الغربيين مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنه إذا وجدتم اتفاقية جديدة بدل التي تقريبا ألغيت، خاصة أمن إسرائيل لا نقبل بمثل هذا التهديد، وكما تتوقعون قد تكون هناك مبادرة جديدة كما كانت قبل بضعة أشهر. نعم، الحديث هنا على الرد الإيراني على إسرائيل يثير كثير أيضا من الشكوك، وبحسب الفرضية التي طرحتها الآن دكتور، أنه أنت ترجح فرضية أن تكون إسرائيل لها يد في اغتيال أو قتل هذا الجنرال الكبير، خاصة وأن له مشاركات كثيرة إذا ما تحدثنا في برنامج الصواريخ وحتى الأنشطة الأخرى، إلى أي مدى أيضا ذلك يؤثر ويعتبر اعتراف حاسم وقطعي من إيران أنها مخترقة جدا ولن نسمح لها بتكرار هذه العمليات في موضوع التخصيب تحديدا؟ قد تتوقعون هنا ردين أو ردي فعلين مختلفين، فهناك سلوكيات مختلفة في النظام الإيراني، وأحاول أن أتجنب الكلمة اللطيفة إيران وأسميها الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما يسمون نفسهم. هم يتوقعون ردا واحدا لأنهم يريدون اتفاقا بسبب الضعف الكبير الذي يعانون منه بسبب العقوبات الاقتصادية وغيرها من العقوبات، وجعلت أوضاعهم صعبا، يريدون التخلص منها، والحكومة الحالية لروحاني تفكر بهذا الحل، وبالتالي لن يكون لها رد فعل. هم يعتذرون لكنهم لا يريدون أي تصعيد، لأنهم قد يعطوا بذلك مبررا للأطراف الغربية كي تتوصل إلى اتفاقية جديدة، إلا أنه إذا كان هناك أي اتفاق يريدون أن يتمكنوا من إدارته وأن يسيطروا عليه، وبالتالي قد يكون لهم رد فعل بشكل أكبر وللحيلولة بدون وقوع أي توتر في المنطقة، ويحافظوا على الرئاسة ويتوصلوا إلى اتفاقيات جديدة. إذن رد الفعل الثاني هو لن يكون مع أي فصيل، مع أي فصيل آخر سوى هذا الطرف من الحكومة. نعم نعم، أشكرك جزيلا على هذا الإيضاح، كنت معنا من باريس الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني الدكتور جمشيد أسدي، شكرا، وشكرا أيضا للترجمة المرافقة. في الأثناء تتواصل مباحثات فيينا النووية، وفي تطوراتها إعلان المتحدثة باسم الحكومة الألمانية عن تقدم ورغبة في المضي قدما، حيث قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف إنه وتلخيصا لأسبوعين من المحادثات، فعملية التفاوض دخلت مرحلة صياغة النصوص، مشيرا إلى أن الحلول العملية لا تزال بعيدة، لكنه تم الانتقال من الحديث بشكل عام إلى الاتفاق على خطوات محددة. من فيينا تنضم إلينا مفادة الحدث الزميلة راغدة بهنام، أهلا ومرحبا بك راغدة. راغدة، هذا الملف الكبير والذي نتابعه ساعة بساعة ويوم بيوم، لكن يبدو أن هناك أفق جديد، ربما ما هي النقاط المحددة التي تم الإشارة إليها؟ مرحبا أسماء، يعني هي الاجتماعات ما زالت مستمرة هنا، الاجتماعات غير الرسمية والاجتماعات الثنائية، ليس هناك نتائج معلنة بعد صدرت عن المجتمعين
قبل قليل التقى السفير الروسي هنا الذي يرأس بعثة بلاده بالوفد الأمريكي الذي يرأسه روبرت مالي. ربما ما يشير إلى أنه بات ربما الإعلان عن اتفاق ما قريب. لم نسمع بعد عن تحديد اجتماع رسمي للجنة المشتركة للدول الأربعة زائد واحد وإيران، ولكن أيضا يعني الكثير من المؤشرات التي توحي بأنه هناك بالفعل بدأ العمل على صياغة ورقة موحدة. نعلم بأنه الوفد الإيراني يعني بحسب ما أعلن عرقجي الذي يرأس هذا الوفد قال قبل يومين بأنه الوفد الإيراني قدم ورقة إيرانية تتضمن يعني رؤية طهران كيف يمكن العودة للاتفاق النووي، وتم توزيعها على الوفود جميعها. وهو قال حينها بأنه هذه الورقة يمكن أن تشكل أساس ورقة مشتركة أو صياغة يعني إعلان مشترك يمكن الانطلاق منه. الكلام اليوم عن أنه البدء العمل على صياغة ورقة مشتركة هو خرج من السفير الروسي، ليس هناك أي تأكيد من أي طرف آخر بعد من هذه المفاوضات بأنه فعلا بدأ العمل على هكذا صياغة مشتركة، ولكن كما ذكرت الكثير من الكلام الإيجابي آخرها صدر عن الحكومة، متحدث باسم الحكومة الألمانية، وأيضا يعني قبل يوم صدر عن حتى الجانب الأمريكي من واشنطن من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الذي قال بأنه المباحثات كانت مثمرة. لذلك نحن ننتظر لنعرف ما إذا كان فعلا سيكون هناك إعلان عن التوصل لاتفاق ما يعني خلال هذين اليومين قبل أن تعود هذه الوفود كلا إلى دولتها لمناقشة ما تم التوصل إليه. أشكرك جزيلا، كنت معنا من فيينا منفذة الحدث الزميلة راغدة بهنأم. شكرا راغدة. يتزامن هذا فيما كشف مصدر إسرائيلي للحدث أن تل أبيب فقدت القدرة تقريبا على التأثير في القرار الأمريكي، معتبرا أن واشنطن لا تأخذ بالحسبان مصالح الحلفاء. كما أكد المصدر الإسرائيلي للحدث أنه لم يعد مستبعدا إعلان مبادئ حول العودة للاتفاق النووي خلال الأسبوعين المقبلين. من جهته قال موقع أكسيوس الأمريكي أن إسرائيل قلقة للغاية إزاء احتمالية عودة واشنطن للاتفاق النووي، وتحاول وبشتى الطرق إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن بألا يخفف الضغوط على طهران. ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي أن وفد رفيع المستوى من تل أبيب سيصل واشنطن خلال أسبوعين لإجراء محادثات بشأن إيران. يضم الوفد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية وأيضا رئيس الموساد يوسي كوهين. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد خامس حادث قطار في شهر واحد، وزير النقل المصري يؤكد عدم هروبه من المسؤولية.
إلى العراق، حيث قال رئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب العراقي للحدث إن القبض على جمال الكربولي وأخيه تم بموجب اعترافات أدلى بها مسؤول سابق يدعى بهاء الجوراني، كان يعمل بين وزارتي الكهرباء والصناعة خلال السنوات الماضية، واعترف على مئات الشخصيات التي ساهمت بالفساد. لجنة النزاهة وبالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء حدث اجتماع بيني وبين دولة رئيس الوزراء قبل 3 أشهر تحديدا، أوضحت له مجمل عمل وزارة الصناعة بعد أن تم فتح إحدى الملفات، وكان السؤال من دولة رئيس الوزراء، أوضحت له ماذا يضرع بعض الشخصيات في الفساد في هذه الوزارة وبالتحديد المدعو بهاء الجوراني، وبالاسم تم تحديده وتجاوزاته وعلاقاته ومدى ضلوعه في الفساد وتقديم الرشوة والسيطرة على بعض الدوائر وخاصة الكهربائية منها. وحال سيد رئيس الوزراء هذا الملف إلى لجنة الأمر الديواني 29، بدأ التحقيق وهناك حدث ما حدث، اعترف هذا الرجل إلى بعض الأسماء وأسماء كثيرة تكاد تكون بالمئات تخص وزارتي الصناعة والكهرباء، وبدأت اللجنة بالاستحصال للأوامر القضائية باستخدام بعض النواب ومنع سفر لشخصيات بدرجة مدراء عامين وإلقاء القبض لبعض الشخصيات. وأكد العباسي أن القضاء سيصدر مذكرات بحق قبض مذكرات قبض عفوا خلال الفترة القادمة تضم أسماء سياسيين ومسؤولين لديهم ميليشيات مسلحة، مؤكدا أن توجيهات رئيس الوزراء لن تستثني أي مسؤول تثبت عليه اتهامات الفساد والتلاعب بقوات أو بقوت الشعب العراقي. الخشية من البعض يتحدث الخشية من أنه التصفية السياسية ولا سيما الانتخابات تكون كادت بين قوسين أنه تم تحديد موعد الانتخابات، الخشية من التصفية السياسية، وبالتالي ليس المتهم أو هذا الشخص الذي هو يخضع للتحقيق كل ما يعترف به ليس صحيحا إن لم يقره القضاء ويثبت على المعترف به. نعم. نعم هناك بعض الأسماء تابعة لبعض القوى التي تمتلك سلاح، لكن إلى الآن لم نرى تدخل منهم على أرض الواقع، لكن الأيام القادمة سنشهد إن شاء الله تحرك كبير عليهم. من بغداد ينضم إلينا المحلل السياسي العراقي بسام القزويني، أهلا ومرحبا بك أستاذ بسام معنا على شاشة الحدث. الحديث هو ليس مستغرب أن تكون هناك ملفات فساد كبيرة وخاصة مع تعاقب الحكومات، وبالنتيجة تكون الحالة الاقتصادية للبلاد حالة متدهورة جدا، وهذا ما يعاني منه العراق الآن حتى وإن حاول الاستفاقة من ذلك. إذا ما تحدثنا عن كتلة يرأسها من 12 نائب في البرلمان، تحدثنا عن اعترافات ببعض الأسماء وربما هناك خلية أخرى، قطاع مهم مثل الصناعة والكهرباء، إلى أي مدى هناك أيضا توغل للفساد، وإلى أي مدى قد تكون هذه نقطة البداية لكشف كثير من الملفات التي لا يعلم عنها أحد؟ رمضان كريم، تحية طيبة لكم وجميع السادة المشاهدين. اليوم هذه اللجنة، لجنة الأمر الديواني 29، رأبت صدع جانب مهم جدا من جدار العملية السياسية، والآن المواطن يوم أمس استقبل برحابة صدر هذه الأخبار بإلقاء القبض على أحد الرعيل الأول للقيادة السياسية في العراق، بعد أن تهكمت الجماعات المصلحية وجماعات الضغط لشهور طويلة من إجراءات هذه اللجنة، ومن ثم ذهب هذا التهكم إلى اتهام بأن هذه اللجنة غير قانونية حينما طالت أذرع هذه الجماعات قبل شهور من الآن، وبالتالي
انتقل هذا الاتهام إلى خوف ورعب، واليوم القيادة السياسية في العراق بأغلبها بأجمعها تخشى من أن تطالها هذه اللجنة، خصوصا وأن أعضائها مهنيين ولا ينتمون لجهات سياسية ولا تؤثر عليهم ضغوط سياسية. وشهدنا عملية الاعتقال يوم أمس لرئيس كبير ومهم كان في الدولة العراقية وما زال في حلف مهم بغية الانتخابات القادمة. هذه الاعتقالات التي طالت ربما الجوانب الصناعية أو الطاقة الكهربائية، أعتقد أن هنالك ملفات أخرى ستطال مجال الطاقة، الجانب الآخر من مجال الطاقة وهو مجال النفط. مجال النفط هو ربما الأكثر والأعمق والأبلغ فسادا منذ العام 2003، وحتى الآن هنالك صفقات فساد وضعت وأعطيت لشركات لديها علاقات مباشرة مع قادة سياسيين، وبالتالي هذه الشركات وإن كانت على اللائحة السوداء البلاك ليست التابع لهذه الوزارة، لكن أعتقد في أن إجراءات اللجنة ستكون مستمرة ومتصاعدة، خصوصا تجاه الثراء المفاجئ والفاحش الذي ظهر على بعض الشخصيات في شهور أو سنوات قليلة. هذا الفساد الذي جعل من البنى التحتية العراقية متهالكة وأدى إلى أن يكون المواطن اليوم يرفض عنوان الديمقراطية الهشة التي حقيقة حاولت هذه القوى إبقاها على ما عليه هو الحال. وبالتالي أعتقد في أن إجراءات الحكومة العراقية كانت هامة ومفاجئة وجديدة على العملية السياسية التي عادت نوعا ما إلى استقطاب المواطنين بغية قبولهم بالانتخابات القادمة. الانتخابات القادمة هي ليست عنوان لإجراءها فقط، بل هنالك عوامل مساعدة لأن يكون هنالك استقطاب للمواطن العراقي ليدخل مراكز الاقتراع وأن يعود للاختيار مرة أخرى بعيدا عن تأثيرات المال السياسي. هذه إحدى الجوانب المهمة، وهي لجنة مكافحة الفساد 29، وأعتقد أنها ستكون لها باع كبير جدا في تاريخ العراق، خصوصا لو أنها لن تتراجع ولن تتقاعس عن ملاحقة حقيقة من ملأت فمهم اللعاب الكاذب والوعود الكاذبة، ولن يستطيعوا أن يعيشوا التواصل مع المواطن العراقي. بالتالي اليوم هنالك إجراءات متصاعدة، هنالك إجراءات قانونية ألزمت مكافحة الفساد بالاستمرار وألجمت الجماعات الأخرى، جماعات الضغط والجماعات المصلحية بالصمت، لأن هنالك قرارات صدرت من مجلس القضاء الأعلى، من محكمة كرخ الأولى على بعض الشخصيات، وهنالك تهم كانت بناء على لجنة الأمر الديواني 29، وبالتالي هنا أخذت الطابع القانوني بشكل كامل، وهنا تصاعد الخوف والهلع لدى كل القيادة السياسية ولدى أذرعها المخفية في الشارع العراقي، والتي هربت الأموال إلى بنوك مغمورة في أوروبا وفي آسيا. وربما هنالك مرحلة أخرى خصوصا بعد القبول الدولي تجاه السياسة المالية للعراق، ربما نشهد أيضا مرحلة أخرى من ملاحقة الفاسدين، وهي الشروع بالذهاب نحو هذه البنوك واسترجاع هذه الأموال التي هي بالأصل من حقوق. لكن ألا ترى أنه من الخطير أستاذ بسام الحديث هنا عن رفع الحصانة عن أربعة نواب؟ يعني يبدو أن هناك شبكة كبيرة، كيف يمكن أيضا المساعدة في كشف كل هذه الخيوط؟ يعني في بداية عمل هذه اللجنة كانت هنالك مخاوف وتهكم كما أشرنا، ولم يكن أحدا يتوقع أن تكون هنالك شخصيات كبيرة، وبالتالي ربما هذه المرحلة الثانية أيضا من الخوف تجاه أن تطال أعضاء مجلس النواب. لكن أجاز الدستور العراقي في المادة 63 باء، وهو رفع الحصانة على النواب بالأغلبية المطلقة، وبالتالي نوه رئيس مجلس القضاء الأعلى قبل أيام من الآن أن هنالك أسماء ستكون حاضرة في جلسات رفع الحصانة، وهو إلزام قانوني تجاه مجلس النواب ورئيس المجلس. أشكرك جزيلا على هذا التوضيح، كنت معنا من بغداد المحلل السياسي العراقي أستاذ بسام القزويني، شكرا جزيلا لك.
إلى مصر، أكد مراسل الحدث أن حركة القطارات ستعود إلى طبيعتها خلال اليوم على مستوى خط منطقة طوخ، مضيفا أن الأشغال متواصلة لإنجاز السكة البديلة، وذلك بإشراف وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير. الأعداد لم تتغير، 98 مصابا و11 ضحية لحادث قطار طوخ كما أعلنت وزارة الصحة. لم تتغير هذه الأعداد منذ مساء أمس، لكن دعنا لنصف لك المشهد الذي نقف فيه الآن. نحن نقف في موقع الحادث، وكما تشاهد وترى أنا أقف أمام القضبان الجديدة التي تم إحلالها مكان القضبان القديمة التي تضررت. وزير النقل يقف على الجانب الأيسر ويتابع بنفسه مع مجموعة من المسؤولين، يمكن الكاميرا أن تستعرض. وزير النقل يتابع منذ حوالي عدة ساعات أعمال إحلال وتجديد القضبان الجديدة. هناك العديد من المعدات ويعني العشرات من العاملين الذين يقومون بهذا الأمر، لكن دعنا نستضيف أحد المهندسين المشرفين على عملية هذه عملية الإحلال والتجديد الموجودة الآن، المهندس أحمد عقل. باشمهندس، يعني حدثنا ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ المسافه اللي تم تغييرها قد ايه؟ وامتى هتعود حركه القطارات؟ احنا في الاول بنوني اهالي ضحايانا في حادث قطار صندنور الاليم، بندعو الله ان يتغمدهم واسع رحمته. احنا مبدئيا بنعمل احلال للسكه القديمه بالسكه الجديده، وفي تقريبا في حدود 300 متر تقريبا، وان شاء الله في خلال نص ساعه يكون خلاص الخط جاهز للشغل. المعدات الموجوده دي كده استكمال شغلها. انا شايف بالظبط، هو ان شاء الله في خلال نص ساعه يكون خلاص الخط اتفتح وتقدر القطارات تستأنف حركتها عادي بصوره طبيعيه يعني. وبالنسبه للعربات الموجوده عندنا دي بقى الهيئه اللي لها حريه التصرف فيها بعيد عننا، احنا شركه تنفيذ بس مش اكتر يعني، كتجديدات سكه. دلوقتي اللي شايف اللي بيعملوه الكاميرا ممكن تعرض اللي بيعملوه العمال ده؟ ايه ده قمر المفاتيح اللي احنا بدلناها او استبدلناها، ده معرض تركيب السكه الجديده واحنا بنعمل له ازاله حاليا يعني. بس هو النهارده هتعود حركه القطارات يعني ان شاء الله في خلال نص ساعه من دلوقتي. قطارات تتحرك في اتجاهين، اتجاه المحافظات الوجه البحري واتجاه محافظات الوجه القبلي. هذه الحادثه تتعلق بمحافظات الوجه البحري، الكثير من الموظفين والعمال والمواطنين يتحركون يوميا جيئه وذهابا وايابا عبر هذا الخط الذي ينطلق من القاهره، مسمى محافظات الوجه البحري، القليوبيه، المنوفيه، الدقهليه وغيرها من المحافظات. لذلك بالطبع هذا الخط يستخدمه حركه القطارات هذه، تنقل مئات الالاف يوميا من المواطنين. توقفها حوالي يوم كامل منذ الساعه 2 عصر الامس وحتى يعني اليوم، هذا يؤثر على يعني حياه الكثير من المواطنين الذين يذهبون لاعمالهم ويعودون لبيوتهم، ربما سيستعدون عن ذلك بوسيله نقل اخرى. لكن بالطبع عوده الحركه هي اهم للغايه، ولذلك تجد وزير النقل موجود ويتابع ويشرف بنفسه. يعني وزير النقل جالس منذ أكثر من حوالي أو عدة ساعات يعني يتابع بنفسه مع مسؤولي هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل إعادة تسيير حركة القطارات بأسرع وقت ممكن. وبعد ذلك بعد أن تسيير حركة القطارات يمكن أن يتم إزالة العربات الموجودة يمينا ويسارا التي ما زالت موجودة على جانبي السكة، حتى يتم محاسبة المتقاعسين والمقصرين والذين أدوا إلى وقوع هذا الحادث. يعني هذا هو الأهم بالنسبة للدولة والسلطات الآن. إلى ذلك وزير النقل كان قد أكد في الحوار مع قناة NBC مصر بأن الدولة رصدت 14 مليار دولار لتطوير منظومة السكة الحديد لتقليل حوادث القطارات، ورفض الوزير إيقاف العمل بالقطارات ريثما يتم تجديد السكك قائلا إن مليون مصري يستقلونها يوميا. والله لو الناس شايفة ان انا مقصر وان انا متكاسل وما بشتغلش وما بعملش، خلاص انا اطلع اقول خلاص انا مستقيل، وانا اشوفوا حد افضل مني وانا هبقى سعيد وهساعده بكل ما اوتيت من قوه. ولكن هو مش الحل ان انا اهرب، لو انا هربت ابقى خاين لبلدي، لو انا سبت السكه الحديد وسبت قطاعات النقل بعد اللي بيتعمل فيها كله وبعد امل الرئيس عبد الفتاح السيسي فينا وفي بلدنا ان احنا نبقى فعلا بلد منوره وبلد متقدمه وبلد، وانا عندي كل الامكانيات، انا بحارب الزمن.
من القاهرة ينضم لنا أستاذ سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة وموقع الوطن. أهلا ومرحبا بك أستاذ سامي معنا عبر شاشة الحدث. أستاذ سامي، العنصر البشري في حد ذاته يتحمل جزء كبير من المسؤولية، وهنا نشير إلى أكثر من حادث وفي فترة زمنية قصيرة، ناهيك عن تهالك هذه السكك الحديدية لفترة زمنية أيضا طويلة وليست بقصيرة، نتحدث عن سنوات. إشارة الوزير إلى أنه استقالته قد تكون هي الحل ولن يتخلى عن مشروع السكك الحديد، إذن ما هو الحل لإنقاذ الكثير من الأرواح وتفادي مصائب أكبر؟ لأنه في الأخير هي خسارة أرواح ليست أمر مادي فقط. نعم، حضرتك اتكلمتي عن العنصر البشري، وظهر في بيان السيد المستشار محمد الصاوي النائب العام عن حادث قطار سوهاج اللي كان وقع من حوالي أقل من شهر، إن العنصر البشري هو سبب رئيسي في هذا الحادث اللي أودى بحياة 20 وأصاب نحو أكثر من 200 مواطن يومها. العنصر البشري طبعا كان في خلل في السواق والمساعد، والسواق والمساعد القطر الثاني، وفي رئيس المنطقة المركزية المسؤول عن المراقبة، وأيضا في عمال الأبراج. العنصر البشري هو جزء مهم وفاعل وخطير وعكسي في حوادث الطرق، يعني سبب لعدد كبير من حوادث الطرق هو الخلل اللي موجود في العنصر البشري. ده رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك اتكلمتي عن الجزء الفني او الجزء اللي محتاج اداء ومحتاج تطوير، اللي هو القضبان السكك الحديدية او منظومة السكك الحديدية بشكل عام. الملاحظ في حادث قطار طوخ او حادث قطار بنها اللي حصل امبارح، ان النهاردة في 400 متر بتتركب قضبان حديدية جديدة، ده معناه انها كانت متهالكة وانتهت تماما بعد الحادث واصبحت في حاجة الى تغيير. هذه المنطقة اللي هي 400 متر اللي شغالين فيها من الصبح بحضور وزير النقل مثلا، المكان ده ما حصلش حاجة مشابهة ليه في حادث سوهاج، يعني ما حصلش تعديل او تطوير او نحن نشيل القضبان ونحط قضبان جديدة في حادث سوهاج. ده معناه ان القضبان في المنطقة دي ضعيفة ومتهلكة ومن بدري محدش اشتغل عليها. لازم يكون في خسارة ارواح يا استاذ سامي علشان يتم الالتفات لها، يعني لازم يكون في خسارة ارواح علشان يبان الخلل. بكل اسف هنا مفيش رقابة، مفيش اهتمام، مفيش يعني ناس مسؤولة تقدر تعمل جولات في السكك الحديدية ومهندسين يشوفوا على الأرض مناطق الضعف والقوة اللي موجودة. محدش ينكر ان في تطوير في المنظومة على مدار السنين اللي فاتت، وفي تعاقدات وجلب لعدد كبير من الجرارات والقطارات، ولكن المنظومة تحتاج الى مزيد من الضبط والربط، وتحتاج إلى رقابة شديدة وتفتيش دائم ومستمر. طيب، قلة الأيادي العاملة في هذا القطاع يا أستاذ سامي، قلة الأيادي العاملة في هذا القطاع، أم أنه يعني الوقت يتآكل بحسب ما تحدث عنه الوزير أنه يسابق الوقت؟ الوقت يذهب ضحايا ناس وبشر. بكل أسف يعني الناس اللي ماتت ملهاش ذنب، ناس ركبة مواصلة في عرفنا احنا وعند ومعلوماتنا ان القطار هو أأمن وسيلة مواصلات في مصر، أأمن من السيارات، أأمن من الأوتوبيسات، خاصة ان في حوادث طرق كتير بسبب السرعات وبسبب بعض الأمور، لكن منظومة الطرق في مصر أصبحت أفضل في العامين الأخيرين. ولكن نرجع لحضرتك، احنا بنتكلم عن شبكة خطوط سكك حديدية في مصر كبيرة جدا ومحتاجة شغل على أعلى مستوى، شغل دائم ومستمر ولا يتوقف. يمكن الحل معرفش، هل محاسبة الوزير ومساءلته في البرلمان ده جزء من المهمة، هل كشف الأمر قدام البرلمان الممثل لجموع الشعب أمر مهم؟ أعتقد أمر مهم جدا أن هذا الرجل يطلع ويتكلم عن الأسباب ويتكلم عن الحلول، خاصة وإن الدولة
وفرت مليارات لتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر ومنظومة القطارات. الخلل هنا خلل ما بين بشري وما بين جزء فني واللجان المشكلة من النائب العام ومن الحكومة لكشف الأسباب هتوضح ربما مفاجآت في الأيام القادمة. شكرا جزيلا وكل الأمنيات لمصر بالسلامة. شكرا جزيلا، كنت معنا من القاهرة أستاذ سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة وموقع الوطن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. البرلمان الليبي يناقش مشروع الميزانية العامة وتوقعات برفض تمريرها. جديد وإلى الملف اليمني، حيث قال مصدر عسكري إن قياديا حوثيا بارزا لقي مصرعه في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب. أكد المصدر أن القيادي الحوثي أبو خالد السفياني قائد جبهة الكسارة قتل بنيران الجيش الوطني خلال معارك في ذات الجبهة، وأضاف أن السفياني قتل مع عدد من مرافقيه في جبهة الكسارة خلال مواجهات مع الجيش. السفياني هو ثالث قائد لجبهة الكسارة يقتل خلال مواجهات مع الجيش منذ بدء هجوم الميليشيات على أطراف مأرب مطلع فبراير الماضي. انتهاكات الميليشيات الحوثية مستمرة بحق المدنيين. عائلة يمنية تروي معاناتها بعد مقتل معيلها بقذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي أثناء توجهه لجلب العشب للأغنام تاركاً وراءه أرملة وثلاثة أطفال. الصباح بدأ من خرج من عندنا والدي زوج بنتي يندل هو شو قصب والهم اللي يشيل الحوتية ضرب منه المخمد منه وندول أنا ياه ملفوف بالكيس هو أبوه وندول أنا ياه قبرنا ونحن نزحنا نزح رحنا هون من هنا وأتينا لا المدينة حق الوعرة نحاول إحنا الجهال والشيء إحنا لا لحق لنا ولا هو لنا لنا حق كل ما نشكى على حكمته إحنا بهدلنا ولا معانا شيء ولا نقدر نصل على شيء. من دحين الساعة 8 الصبح في المدينة التحيتة بدأ بشندي طريح للدواب والملينشي الحوتي ضربوه بهاون لما أخمدوه وندون إحنا ياكد إنه كاينو بقنا إذا ما قبرنا فان داني بني زنولا بقعة حوله ولا قوة حسبي الله ونعم الوكيل.
دعا نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلى فرز لقيادة الجيش إلى إرسال الرئيس ميشيل عون إلى المنزل وتسلم السلطة مباشرة وبشكل فوري فضلا عن حل الدستور ومجلسي النواب والوزراء، وذلك بحسب ما نقلته صوت بيروت انترناشنال. أضاف الفرزلي أن البلد بات في حالة تحلحل وشهد حالة انقلاب قضائية لم تحدث حتى في غمرة الحرب الأهلية على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى اقتحام القاضية غادة عون لشركة صيرفة متجاهلة قرارا قضائيا بكف يدها عن الموضوع. وطالب الفرزلي المواطنين بالسير خلف المؤسسة العسكرية للتحقيق بكل أنواع الفساد إن كان في الوزارات أو المصارف، لأنها المؤسسة الوحيدة النظيفة المتبقية حسب قوله. وفي ليبيا يعقد البرلمان الليبي اليوم في طبرق جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة الذي طرحته حكومة عبد الحميد البيبة، وسط توقعات برفض تمريرها قبل إدخال تعديلات عليها على خلفية اعتراضات على حجمها وغموض في أوجه إنفاقها، إضافة إلى افتقارها إلى الشفافية. وكان رئيس الحكومة عبد الحميد البيبة قد اقترح ميزانية تقدر بأكثر من 21 مليار دولار، وهي أرقام وصفت بالضخمة. يرجح أن يواجه الدبيبة صعوبة في إقناع نواب البرلمان بتمريرها للبدء بتنفيذ المشاريع التي وعد بحلها والتي تتعلق أساساً بمعيشة المواطن، لكن حجم الميزانية قُبلت بتحفظات عدة لجهة توسعها بالإنفاق مقارنة بالفترة الزمنية لولاية هذه الحكومة. شهر إبريل خصوصية في العراق، فهو شهر سقط فيه نظام صدام حسين الذي حكم العراقيين لثلاثة عقود توجت بتمثال بناه أنصاره تكريما له. وبعد سقوط بغداد في إبريل عام 2003 أصبح إسقاط تمثال صدام هو المشهد الأبرز وقتها. تفاصيل مع مفدتنا الزميلة تسابيح مبارك. أبريل من كل عام شهر لا يشبه بقية أشهر السنة بالنسبة للعراقيين. أسقط فيه نظام وصفوه بالديكتاتوري وتوسموا خيراً أن ما بعده هي مرحلة تأسيس لنظام يصلح ما أفسده صدام حسين، الرجل الذي يقول العراقيون إنه حكم العراق بالحديد والنار لثلاثة عقود لم يهدأ فيها العراق على صعيد الأحداث، بين حرب طويلة مع إيران إلى عدوان على الجارة الكويت، إضافة إلى حملات الإبادة الانتقامية التي قادها أركان نظامه ضد العراقيين. في عام 2002 كرم صدام حسين من قادة أركانه بتشييد تمثال يحتفي بعيد ميلاده 65. وبعد دخول القوات الأمريكية بغداد أبريل عام 2003 أصبح إسقاط تمثال المشهد الأبرز الذي سطر نهاية عهد صدام حسين وحزب البعث. أسقط التمثال وسط فرحة وتهليل ضجت بها ساحة الفردوس وتعرض لتفكيك أجزائه فور سقوطه. تفرقت هذه الأجزاء في مشارق الأرض ومغاربها وكثرت القصص حول مصيرها، فقيل إن الساق اليسرى بيعت على متجر إلكتروني بمبلغ 100,000 يورو. شوهد رأس التمثال يوم سقوطه يجر على عربة يقودها مواطن عراقي بعد دحرجته، ورشح أن جندياً بريطانياً حاول بيع جزء من التمثال عند عودته لموطنه ولم يتم التأكيد إن كان نجح في ذلك.
وبعد كل هذه السنوات يبقى أبريل في العراق تاريخاً لبداية حلم عراقي لم يتنازل عنه أهله ولو تأخر، عنوانه دولة مواطنة لا تحكم إلا بمبدأ الحقوق المتساوية والواجبات. هنا وفي عام 2002 بني تمثال صدام حسين بطول 12 متراً تكريماً لذكرى مولده 65. وفي عام 2003 وبعد سقوط بغداد وصلت وحدة متقدمة من سلاح مشاة البحرية الأمريكية، أمنت المنطقة بالكامل واتصلت بالصحفيين في فندق فلسطين، وبعد ساعتين أسقط تمثال صدام حسين بواسطة مركبة إصلاح مدرعة طراز M88. ومنذ وقتها وحتى اليوم يعمر العراقيون هذه الساحة، ساحة الفردوس، وصولاً لأعمالهم وبحثاً عن لقمة عيشهم، ولا يعنيهم أي نصب كان هنا. تسابيح مبارك لقناتي الحدث والعربية من ساحة الفردوس بغداد. الأخبار من الحدث. اعتقالات متبادلة بالعشرات بين الحرس الثوري الإيراني والمخابرات على خلفية التقصير في حماية منشأة نطاطس. شكوك إيرانية حول وفاة نائب قائد فيلق القدس ومساعد سابق لروحاني يصفه بداعم الحوثي. قلق في أوساط السياسيين العراقيين بعد إطلاق الكاظمي يد لجنة الفساد لإطاحة الرؤوس الكبيرة والمحصنة. في التفاف مفاجئ، نائب المجلس النيابي يطالب الجيش بإرسال الرئيس اللبناني إلى البيت وتسلم السلطة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.